إذن اليوم يا أطفال سنقوم بعملية تشريح. سنقوم ما معنى عملية تشريح؟ سنقوم فتح جسد الأرنب. يا أطفال الأرنب حسب نظامه الغذائي يمكن أن نصنفه وينتمي إلى الحيوانات العاشبة، يعني تتغذى على العشب. هو رقيق جدا. عندما تنزل اللقمة الغذائية يا أطفال هي عملية الهضم. عملية الهضم أين تبدأ؟ عملية الهضم في الفم. عملية الهضم تتم داخل الإصبع. نعم، داخل الفم. شنو اللي يساهم في عملية الهضم؟ نعم، الأسنان واللعاب. بحسن، الأسنان واللعاب. الأسنان، نعم، ما هي أسنانه؟ ومن بعد نشوفوا الأسنان. نعم، نظامه السني هل هو كامل؟ هيا نظام سني كامل. نعم، تكلم يا أطفال. غيره كامل، يعني يحدث على ماذا نظام السني؟ مما يتكون من القواطع والأطراف. كيف تتم عملية الهضم داخل الأنبوب الهضمي للأرنب؟ تبدأ عملية الهضم من الفم. ثم ماذا يوجد في الفم؟ الأسنان. القواطع، الأسنان. نعم، عبر الأسنان القواطع، وهناك أيضا الأضراس. أيوة. ثم تمر إلى البلعوم. وسط البلعوم ثم تمر من البلعوم ثم إلى المعدة. يوجد في المعدة عصارات هاضمة. نعم، تساعد على هضم الطعام. نعم، ثم تمر إلى الأمعاء الدقيقة. ماذا يوجد في الأمعاء الدقيقة؟ يوجد عصارات معوية. هناك عصارات معوية. ثم تمر إلى الأمعاء الغليظة. ثم تمر الأغذية. نعم، إلى الأمعاء. تتكدس الفضلات في الأمعاء الغليظة. نعم، وهناك تتجمع. نعم، ثم تمر إلى الشرج. ثم تمر أو تخرج عبر فتحة هي الشرج. أحسن.